نحن اليوم في ظل الانتهاكات الإسرائيلية نعيد النظر مرة ومرة ومرة ومرات أخرى عديدة لطبيعة هذا الاتفاق الذي تخترقه الإسرائيليين يوما بيوم. في القانون الدولي هناك حق المعاملة بالمثل، إذا الإسرائيليين تنصلوا من الاتفاق من حقنا أن نتنصل من الاتفاق، ولكن إلغاء أوسلو كامل يعني إلغاء السلطة، يعني إلغاء نظام الحكم الذاتي. وبصراحة أكثر يعني ما عندنا ميول لأن نرجع نعايش تجربة روابط الكرة اللي كنا نعاني فيها الأمرين، يعني وجود جسم فلسطيني يمثل الفلسطينيين. هذا حل الدولة الواحدة هو حل وهمي يتناول بعض السياسيين في إطارات معينة في مواقف مختلفة، لأنه هذا الحل من يرفضه أكثر من الفلسطينيين هم الإسرائيليين.